زي ما هذا واحد يخلي لي ايديه يطول ايديه. والله يحطون الايديهم ويحطون شفتهم ويحطون رقبتهم. يعني بدال البوتوكس يخلي هاي يحطها، خلي مال فيران هاي المصيادة مو بحيث بطريقه يعني احد الاشخاص انا مره احرق التقرير مالتي يخلي مثل فشي مدور مثل الصينيه او القبق يطببها بشفته، كل ما تطول كل ما يحطها اخر شيء تصير شفته هيك برطم تصير برطم اخر شيء براطم. خلونا نرحب بضيوفنا اللي انضموا ويانا بالجزء الاخير من حلقتنا لليوم، بهاء احمد عازف الجيتار ومهند العزاوي عازف الكمان. الله بالخير. الله بالخير. شو اخبارك؟ هلا مرحبا. شلون صحه؟ هاي منورين. سلام. راسا نعزف مو؟ كيفكم؟ يلا نعزف. راسا ماشي؟ يلا. الله. ضحكة تعود والنار اللي بصدرك تبرد، لا لا تتنهد، لا لا تتنهد، لا لا تتنهد، بعد شوية الضحكة تعود والنار اللي بصدرك تبرد، لا لا تتنهد. أنا عاشق من قدم راسي، أنا كل لحظة معاك أتجدد، لا تتنهد ولا والله ما عندي حدود إحساسي، أنا عاشق من قدم راسي، أنا كل لحظة معاك أتجدد، لا تتنهد ولا لا 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 تتنهد، لا لا بعد شوية الضحكة تعود والنار صدرك تبرد، لا لا تتنهد. الله الله. عايشون عايشون. قصر لكم سوى انتو؟ تقريبا صار لنا اكثر من 6 شهر. حلو. سوية. حلو سوية. وهذا الانسجام سوية تشتغلون ولا يعني واحد يعرف الله؟ شو وقت بديت تشتغلون؟ 6 شهور؟ صار لنا تقريبا 6 شهور انه بدينا نتمرن سوية والتقينا عن طريق الموسيقيين. وبلشت نشارك مهرجانات وحفلات وتمرين متواصل. شو صارت التوليفه بين الكمان والجيتار يعني من حيث التمرين؟ يعني تمرنا هوايه وهيك هذا صار الانسجام يعني. حلو. يقولون اللي يريد يتعلم يتعلم بسهوله ممكن، بس يخلي عقله او اذا يحب الشغله. قلت لي كم ساعه تتمرن مهند؟ انا من 5 ساعات الى 10. وبها واو 7 ساعات 8 ساعات. أنت سمعت إله معزوف، أنا أريد الثاني. إحنا قلنا بالتتالي اليوم حابين أكثر شيء نسمع من عندكم. ماشي تقريبا. Thank you.
عنا يا أدخلني حبك سيدتي لدون الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل لدون الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان، ما فكرتوا انه تدخلون فد آلة موسيقية ثالثة وياكم او فنان ثالث؟ لو خلاص بس انتوا الاثنين مو مشكلة عادي يصير. ممكن نضيف، يعني عندنا شوف انه نضيف آلات ثانية، ممكن نضيف يعني آلة إيقاعية، ممكن يعني فلوت في المستقبل، بس احنا حابين نطور المناهج مالتنا اكثر حتى نوصل لمستوى بعد اكثر. متحسون بيها حظيتكم اكثر اذا ضفتوا آلة موسيقية؟ اكيد انه طيب. تنوع بالالات يعني. سمعنا اغنية ثالثة بس قبل انت الرابعة شو؟ لا استنوا هاي فواهبي هو لا قاعد بيها هاي فواهبي يلا هاي فواهبي يلا يعني تحسوا هاي فواهبي وتسمع صوت غدا يلا عادي عادي يلا 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 لا براحتك يلا وسيم راح تحب تسمع يلا ايه سنت اشتغل اي فواهبي اختلف على ما اشرح ايش عمالك الان لا انا شاب يلا براح ها اشتغل اسفاتي يلا عينيكي ما اقدرش اكون دلوقتي نيكي احميني من نظرة عينيكي ما اقدرش اكون دلوقتي نيكي ما اقدرش افتح لك طريق لانك حبيبة صديقي لانك حبيبة صديقي آسف حبيبتي الله 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 عليك يلا جيان انت السرك بها ترى تقريبا لا هو تلزم من سؤال الجهان ويت لحظه هو تلزم من سؤال اصر عليه قافل وميري ميري التقليد ترى مو اي واحد يعني مو اي واحد يجيب التقليد مو لو لا انت احمد طيب غش غش ها بها لا تغلس اريدك تقلد لي هسه مطرق هسه بسرعه اوكي يلا لو نعرف شو يقول لي بس نسمع شو يقول لي من أول غنية غنية أسعار عالية غنية أنت سوى حركات هيفا فريد لا طعش يلا فريد لا هيفا وهبي هيفا وهبي مستحيل ما أجد يعني ترى لا هسه غنيت إني إياها يلا تليفون اتصال لا
لا لا يمكن هاي فوهبي والله. يلا اخي اسوي صامت لحظه. خلي صامت خلي صامت. انت يا تريد هيفاء؟ اريد هيفاء وهبي. هيفاء انا قاطعه عليك والله. احنا زعلانين بها. غنيها 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 يا معود. يلا يلا سوي يلا 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 خلي صايت لك دقائق. هيفاء وهبي خلصت بس حتى علينا. يلا أقول لك أنا دايما من زمان في هواك جايب عليا شكل انت مش داري الله. طب مش هقول لك أنا روحي يا حبيبي معاك قرب شوية من عيني تحس يا حياتي عيني وكل عمري ما قلت الأه ولا ليلاك بنسك أنا كل قلبي فيها حياة قلبي وكل منى معك عمري ما قلت الأه ولا ليلاك بنسك أنا كل قلبي فيها. حلو يلا على خاطركم حتى ما بس لا تزعل علينا. لا لا ما تزعل صديقتي. بهاء مهند شاركتوا بمهرجانات يعني رحتوا شاركتوا قدمتوا انه بمواهب خاص بالشباب مثلكم كموهبتكم؟ انه انا شاركت برنامج عرب ايدول الموسم اللي فات لم يتم قبولي في هذا البرنامج. ولماذا يا هادي؟ طب قلدت عليه. لا ما قلدت. يلا احنا عندنا دقيقة ونص. اريد احلى اغنية. اريد اقل ما عندك يعني. ها اوكي. لا انت ما لك علاقه. حتى نطلع راسا يعني. احنا نشكركم على الحضور ونورتونا كلش صراحه استمتعنا وياكم. تحياتنا لكم. شكرا للشباب. شكرا لكم. شكرا لكم. يلا يلا احنا كذا وياكم. يلا اخر معزف. يلا يلا خل اشيل الكاب ولحظه. مشاكل جمهوره.